السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبعا يوم ذكرى النكبة لشعب فلسطين. طبعا الكثير يذكرون ما هي النكبة، والكثير أيضا لا يعلمون ما هي النكبة. طبعا لو أن كل الشعوب العربية علمت أولادها ما هي النكبة لعلمت من هو الشعب الفلسطيني ومن هؤلاء الذين يتطاولون على الشعب الفلسطيني. النكبة هو شعب موجود على الأرض، وأتى شعب أو أتت عصابات بحماية دولية وأخذت أملاك هذا الشعب، والشعب هذا أصبح مشرد وأصبح تحت احتلال، وأصبح الشتات وال 48 و 67. شعب فلسطين هو شعب جبار. أريد أن أقول لكم كلمتين من ناحية استراتيجية. سألوني الكثير هل فعلا يستطيع الشعوب محاربة إسرائيل مع كل طائراتها وعتادها؟ أقول نعم، ولكن نحن نعلم والجميع يعلم بأن الشعب فلسطين يفعل ما يستطيع. ولكن شعب فلسطين الذي موجود هو الآن في الداخل في حيفا ويافا واللد ورملة والناصرة وكل أماكن في 48، وأيضا شعب فلسطين في الضفة. شعب فلسطين في الضفة طبعا هم منقسمين. أدت إسرائيل وجعلت السلطة، والسلطة قسمتهم إلى أقسام وأحزاب، واللي تابع لدحلان، والذي يتبع إلى أبو مازن، والذي يتبع إلى الفصائل العدة، ويحرم على حماس الخروج إلى الاحتجاجات. والآن الضفة تشتعل، لأنه أبو مازن عندما خنق الشعب الفلسطيني خنقهم باسم التنسيق وسماه التنسيق مقدس. هذا هيك كان أبو مازن، ما بدنا نخلط عليه ولا بدنا نسب عليه. لنثبت لكم أنه التنسيق مش مقدس، بأنه اليوم انخرط هذا اليوم 15/5/2021 في داخل التنظيم تبع فتح. هنالك العديد من المخابرات والأمن الوقائي والجيش الفلسطيني والشرطة قدموا استقالتهم، ولكنهم لا يعلم، ما بيعملوا إعلان على هذا الشيء، ما بيعلنوا، لأنه التنظيم اللي أقامه والأصيل هو مروان بغوثي، ومروان بغوثي موجود الآن في السجن، وهناك الآن يمنع مروان بغوثي بأن يخوض الانتخابات، لأنه مروان بغوثي إذا كان انتخابات رئاسي سينتخب هو ويصبح نيلسون مانديلا الفلسطيني. لذلك نقصر عليكم هذا الكلام قبل ما يجي إلى المهم، ونقول باستطاعة الشعوب والجيل الجديد أن تفرض الشيء جديد. باستطاعة الشعوب العربية بأن تعلم أولادها بأن فلسطين وحب فلسطين وأرض فلسطين هو أساس العروبة. لماذا؟ طبعا عندنا الساعة الآن ما تقارب 2 فجر في فلسطين، ما تقارب 9 مساء. فنقول لكم بأنه شعب فلسطين لا ينتظر لا الأسلحة ولا الدعم الإماراتي ولا السعودي ولا الدعم دول التطبيع، لأنه التطبيع بالنسبة لهم شيء له قيمة. لكن هم الآن بعد المعركة التي حدثت مع حماس علموا جيدا بأن راهنوا على شيء خسران، لأنه إسرائيل إذا فقد حماس بدون أباتشي، بدون F-16 ولا F-35، أسقط الصواريخ على إسرائيل وأبادتها. هنا صنعت حماس معجزة. أريد أن أقول لكم بأنه الآن في هذه الأوقات الشعوب العربية تنظر إلى إسرائيل كأنها دولة ضعيفة، وتقول طب ليش حكامنا محكومين وعبيد عند اليهود؟ لماذا حكامنا مدعوس عليهم عند اليهود؟ لماذا؟ نحن أنا مثلاً كفلسطيني أعيش بالداخل، ونحن تعلمنا في جامعات اللي هي عربية تحت حكومات إسرائيلية. عديد من الدول قالوا لنا مثلاً دراستي هي اختصاص علوم استراتيجيات وصحافة تحقيق، وطبعاً هذا متأخراً عملته من جديد منذ 6 سنوات. والآن الدول العربية تقول هؤلاء عرب إسرائيل، هذول هم الخوان، هذول عايشين مع اليهود،
هذول خوان، هذول عرب إسرائيل. يا الله خوان خوان، ما يعني فش، هذول اغسل إيدك منهم. لما أتت الآن هذه الضربة، أكثر ناس سعداء هم عرب 48، لأنه كلمة عرب إسرائيل أزاحوها. وإلي صديق من غزة من حماس قال لي في اتصال، وضعوا في فم الدول العربية بوت، يعني كندرة، يعني صرمة، رقمها 89. بقول له ليش 89؟ قال هيك خليه 89، يعني كندرة هاد كبيرة أو صرمة في فم الذي كان يقول عنهم عرب إسرائيل. انقلبت المعادلة، هذول مش عرب إسرائيل، هذول هم الفلسطينيين، هم الأساس للقضية وهم المرابطين. ونريد أن نقول لكم بهذا التسجيل اليوم بأنه يوم النكبة ثانية لن تعود، وعرب 48 أصبحوا 2 مليون. وإذا أيام أهالينا طلعوا وكانوا 30 و40 ألف، وهي اللي ضلوا في الدولة وصاروا ب70 سنة وأكثر، و73 سنة، 2 مليون، هدول هم. بدنا نقول لكم كمان شيء، الإحصائيات الإسرائيلية غير صحيحة وغير دقيقة. هن بيقولوا دائما 1,850,000، 1,900,000. أقول لكم، لدي صديق، الصديق هذا قطري، قال لي إنه حدثه مرة في عقد أيوب كارا، هذا درزي كان وزير في إسرائيل، أعتقد وزير لا أذكر، سياحة شيء من هذا القبيل، أو علوم تربية، بس مش وزير التعليم. المهم قال لي، ولما قابل مير ريجف الشخص هذا وكان مدعو على دولة ما، وهو ما كان في صلح لسه مع الإمارات، قالوا له عرب هيك، أجي قالوا لهم في إسرائيل يوجد 2,390,000. دائما إحصاءات إسرائيل بتعطي أرقام مغلطة لكي يشوف الشعب الإسرائيلي بأنه شوي في عرب ويقلص منهم، والعرب نفسهم في إسرائيل في داخل الاحتلال لا يدروا بأنه حيوصلوا كمان شوي لاثنين مليون، 2 مليون وآخر ونص، 500,000. ولحد اليوم صار لهم 6 سنوات وبقولوا 20%. طب كيف بتصير هاي؟ الإنجاب العربي في إسرائيل عند العرب 48 هو 10 أضعاف من عند اليهود. طب لماذا المقياس هذا بدور دائما على 21%؟ هذا الاشي ب 2018 اصبح هو عرب اسرائيل 2 مليون، ب 2018 2,320,000. كانت اشي سري داخلي في الامن القومي، وبعد ذلك دائما لازم يعطوا 500,000 اقل، لان عندك كره ليس غير معترف فيها، وعندك اماكن اللي ما معهم هويات، وعندك اللي بيتجوز 4 في السبع وفي النقب، ويعني عندك اماكن مش معترف فيها، معهم هويات. هذولا في داخل ال 48 اليوم بوصلوا 2,500,000. بتوقعوا، الله يرحمه احمد ياسين قال كل 40 سنة بتغير دور جديد وبتغير جيل جديد. فقال احمد ياسين رحمه الله في ال 2027، انا اذكر تماما كان الحوار مع الجزيرة، وقال سيأتي يوم في ال 2027 ستزول اسرائيل. قال لهم ليش؟ قال أول شيء كان النكبة، بعد النكبة أجى جيل جديد عاشوا 40 سنة، وبعد 40 سنة بيجي كمان جيل جديد. يعني بنقول لكم مثل ما قال أحمد ياسين، وهذه كانت رؤية للشيخ أحمد ياسين، إنه بعد 2027 ستزول دولة إسرائيل. يعني إذا بدي أمشي أنا على كلامه 6 سنوات، بس أنا بعطيها أقل إذا بكون في عندنا وحدة. ما بنفرق بين اللي ساكن في رام الله وفي قلقيلية وفي نابلس وفي القدس وفي الخليل، وما بنفرق بين اللي بالشتات، اللي في الوحدات واللي في جبل الحسين واللي موجود في اليرموك، واللي ما كلنا شعب فلسطين واحد. يجب أن نفهم هذه النقطة، يوم ما نفهم إنه إحنا علمنا واحد، شعبنا واحد، وغزة هي الأساس. لماذا؟ لأنه غزة فيها اليوم هي العزة والمقاومة وفيها صمود. غزة اليوم تقول ها هم عرب فلسطين 48 وليس عرب إسرائيل، لأن كل كمن راهن على عرب إسرائيل قالوا عنهم أولاد الببجي والشت والنت والفيسبوك والتيك توك كانوا واهمون.
حتى الكيان الصهيوني تفاجأ من حدة الوطنية والانتماء، لأنه انتماء عرب 48 إلى أهالي غزة، خيلوا غزة وعلم فلسطين، ظنوا بأن يكون عرب 48 بأنهم صاروا موجودين في إشي اسمه إسرائيليزاتسيا، يعني صاروا التابعون لإسرائيل، وهذا خاطئ، مفهوم خاطئ لسبب واحد، بأنه عرب فلسطين 48 هم مقاومون، وهم تجدروا وتعلموا في حيفا ويافا واللد ورملة وكفر قاسم وترعام وأبو سنان. عرب فلسطين 48 هم من الأقوياء لأنهم عاشوا مع اليهود، مثلما يكون أي شخص جزائري أو تونسي أو مغربي يعيش في تعنقول لمثلا ألمانيا، فأخذ جنسية ألمانية، أولاده ولدوا بألمانيا. القضية هنا تختلف تماما، لأنه هو اللي نزح من هنا إلى هناك ليغير حياته، لكن إحنا كنا باقين وكنا موجودين، وهم أتوا من روسيا وسلوفاكيا وأتوا من الدول واحتلوا أراضينا. هذا الفرق بأننا أصحاب قضية. انظروا ما حدث بالأمس ب 14/5/2021 بالأمس في الشيخ جراح، الصبية الذي قالت لها بأنه أنتم ستزولون ونحن سنبقى، أنتم سترحلوا ونحن سنبقى، وهي قالت إنهم هن عايشين هناك بإيمانهم بالله وإيمانهم إنهم أصحاب حق. وشوف اليهود المتطرفين بيعيشوا عمالهم مع جيش ومع حراسة وخايفين على حالهم. لذلك هذه الرسالة نبعث لكم بالقوة للدول العربية، لأهالينا في الأردن، لأهالينا في أي دول عربية. حتى مثلا محمد رمضان لما أجا يتبرع على الشعب الفلسطيني وقال بدي أعطي أرباح اليوتيوب، الكل انتقده والكل قال مش عايزينك. لا، لا تقطعوا يد الخير من أي مسلم، ممنوع، لازم تحيوه وتشكروه. محمد هنيدي نفس الشيء، كتب شيء للشعب الفلسطيني الكل انتقده ولإيش وإنتوا مصريين. لا، المصريين دائما كانوا داعمين لقضية فلسطين. المصريين دائما، أنا لما على يوتيوب وعلى اليوتيوبر أنتقد النظام المصري محمود السيسي والده، وأنتقد الانقلاب والاضطهاد ضد الإخوان، وأنا ليس أم لا أنتقد الشعب المصري. الشعب المصري أصلا شعب مضطهد، شعب ما بيقدر يعمل لايك على أي منشور. شعب فلسطين لأبو مازن هو مطبع، وهو أصلا مختوم ختم كعميل لإسرائيل، والكل يعلم ذلك، ونحن كشعب فلسطين نعلم ذلك. الآن ثار عليه التنظيم وقال له صف ودفي، وحذروا الأجهزة الأمنية، وحذروا مجد فرج، وحذروا نضال دخان، وحذروا رئيس الشرطة عطلة، وقالوا لهم بتصفوا على جنب لا تصير حرب أهلية، لأنهم هم عارفين أنه كل السرقات وكل النهب والسلب في السلطة والشعب جوعان، هذا ولا انتهى. الآن ستكون هنالك عصر جديد، وحتى لو كان في صلح بين عرب 48 وبين الكيان الذي هو يحكم العرب، هن لا يعودوا إلى الوراء، لأنه لازم بعدين أنه يصلحوا كل الانشقاق اللي بينهم، هذا صعب. لذلك سيكون هناك تختلف المعادلة. والآن الغلط والخطأ الذي فعله أيمن عودة في القائمة المشتركة مع منصور عباس، اللي هم الآن لازم التوحد، يتوحدوا، لأنه في شيء قضية وحدة، القضية هي الوحدة، هاي القضية الوحدة وليس التفرق. ولكن العدو يفضل العدو، ونحن لا ننكر بأننا كبرنا وولدنا في القدس وأحياء القدس وحيفا ويافا، فهذا وطننا. هذا أنه هم أتوا واحتلوا بلدنا ونقلوا السفارة الأمريكية إلى القدس وأعلنوا القدس كعاصمتهم، هذا ليس نحن الذي فعلناه. نحن نفضل على عقيدتنا وعلى أسسنا ومبادئنا، فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين. لذلك أقول قولي هذا، وأتوجه لكل الدول العربية، ادعموا فلسطين، ادعموا غزة، لا تنظروا إلى فلسطين كشيء عجيب، عجيب لأنها محررة وليس محتلة، شيء عجيب لأنها فلسطين ليس تحت احتلال. صحيح نحن نقتل ونحن نضطهد، وموسى حسونة في القدس هذا الأب الذي قتل من 50 متر بعد، ولن يكن أي شيء وأي سبب بأن يقتل هذا الشاب، لأنه فقط
عربي وفقط يحب وطنه ويحب شعبه. يعني لا نقول لنذهب مثلا من حقه أن يتظاهر، من حق أي إنسان أن يقول لا. لذلك سنشهد في الأيام المقبلة هناك التصعيد على غزة، وسنشهد أيضا اعتقالات في صفوف عرب 48 فلسطينيين الداخل، ولكن لن يسكتوا ولن يهدأوا على عرب الداخل لكي لا يسمحوا للمتطرفين مثل بن غفير ونتنياهو أن يفعلوا مخططاتهم بتفجير مساجد وحرق المساجد ومنع المصليين ومضايقة العرب وبناتنا ونسائنا. نحن نعلم جيدا، نحن نعلم جيدا أيها المشاهد، نعلم جيدا. نحن مثلا نعيش، أنا كنت 3 سنوات في بريطانيا، الآن أنا موجود في ماليزيا، وقبل ذلك كنت في سريلانكا، وقبل ذلك كنت في سنغافورة. يعني خلال 7 سنوات أنا أتنقل بين الدول. لأن ماذا؟ لأنني أريد ذلك؟ كلا. صحيح أنه أوكي عندك شركة وعندك كذا وعندك العمل الدؤوب، لكن الوطنية عبر اليوتيوب، ونقول وننتقد، جعلنا أيضا بنظر الدول المتخلفة خوان. لماذا تنتقد السيسي؟ فأنت خاين، السيسي أشرف منك مع أنه أمه يهودية، فأنت خاين، فيعلقون لك ويشتمونك مع أنك تعلم جيدا أنك تناصر الشعب المصري. لماذا يضطهد ولماذا يقتل المصريون في رابعة؟ تنتقد أبناء زايد. أول من قال قبل يومين في علاقات دولية على صفحتي وقبل الواشنطن بوست وقبل نيويورك تايمز، قلت بأن هنالك طائرات إماراتية على علاقات دولية. اكتبوا على علاقات دولية استراتيجية، اكتبوا على فيسبوك، عندي صفحة هناك، ونزلت قبل ما تنشر الواشنطن بوست بأن هنالك ضربات قوية يضربها الإمارات. ونحن نعلم جيدا بأن محمد بن سلمان أبو منشار، هذا الرجل دعم إسرائيل في 3 مليار دولار، 3 مليار لإصلاح كل أي المخلفات والهدم اللي أحدثوا في حماس. ولكن نحن نعلم جيدا بأن الشعب السعودي والشعب السعودي الأصيل الحجاز بأنه مع الشعب الفلسطيني، وليس لا تقول الشمري ولا تقول غيره، الحجاز الشعب السعودي معنا، نعلم جيدا. كما أعلن في تونس، قلنا للتوانسة احذروا احذروا، لدينا معلومات، وطبعا أفصحنا لهم بأن لدينا قنوات ويكيليكس، لدينا تسريبات يتسرب لنا معلومات من جميع الدول. فقالوا هؤلاء عرب 48 خوان، ها دزوهم علينا الFBI ولا الFBI ولا الموساد ويخربوا علينا. والآخر تأكدوا بأننا نحن الصادقون هم الكاذبون، لأنهم صدقوا رئيسهم اللي قال التطبيع خيانة، وفجأة بعد ما اجتمع مع السيسي راح على بلاده، سبحان الله، سبحان غير الأحوال، صار بده يعمل قانون رجل واحد، يلغي البرلمان ويلغي كذا. ويعني شيء مخزي، دولة كنا نظن بأنها تحترم حالها وثورتها، تلعب دولة محكومة لرجل واحد يحكم الموساد ويحكم السيسي وتحكم الإمارات والدولار. لذلك نقول لكم هذا الفيديو إلى الجميع، هذا توضيح على يوم النكبة وعلى علاقة الفلسطينيين في الأرض والشجرة والعلم. نحن الفلسطينيين، نحن نفتخر بأننا الفلسطينيين، نحن يعني مش ضمين حنا نعيش، كل إيتنا سنموت يوم ما. ولكن تذكروا شيئا واحد، علموا أولادكم وربوا أولادكم على حب فلسطين، ربوا أولادكم على حب هذا الوطن، حب فلسطين. إذا بتربوهم عليه أولادكم بيطلعوا زغرطات وأبطال. ربوا أولادكم على حب هذا العلم، إنه هذا العلم سيجعل منهم أبطال ورجال. بارك الله فيكم، عاشت فلسطين، عاشت فلسطين. شكرا لكم يا إخواننا.